الإنسان كبر كل ما جته الأمراض ورافقته وصارت صديقته مع الأسف. لكن الآن في مرض الزهايمر هو جداً مرض منتشر عند الكبار. وش الأرقام اللي تتكلم عن الزهايمر؟ عدد مرضى الزهايمر في العالم يبلغ 44 مليون نسمة. في المملكة العربية السعودية أكثر من 500 ألف مصاب مرض الزهايمر، ما يعادل 5% من إجمالي السكان. أعراض الزهايمر تظهر في عمر 65 سنة. في عام 2050 135 مليون نسمة توقعات الإصابة بمرض الزهايمر. سألنا الناس، قلنا لهم وش تعرفون عن الزهايمر؟ اللي أعرف عن الزهايمر إنه نسيان، تذكر شغلات من الماضي، لأنه كان مع الوالد الله يرحمه، فكان التعامل معه صعب شوية، لأنه بيصير زي الطفل الصغير، لازم نتعامل معه بلطف ونصبر شوية يعني، نتذكر برضو معاه الحاجات هذه يعني. مرض الزهايمر هو فقدان جزئي من الذاكرة أو فقدان 70-80% من الذاكرة حسب حالة المريض. لو اللي حواليه قرايبه بيحبوه، أهله وأولاده موجودين حواليه ومتفهمين الحالة، بيقدر يحتفظ بجزء معين من الذاكرة في الماضي. هذا المرض يصيب الذاكرة، أوكي، ويبدأ يتلخبط الرجل الكبير في السن بالكلام، وما يقدر يركز على الجمل اللي يقولها. مرض الزهايمر هذا يصاب في كبار السن في النسيان، وضعف عنده شوي في الذاكرة. اللي أعرف عن مرض الزهايمر إنه فقدان الذاكرة أو النسيان. من رأي المتخصصين، وش هو مرض الزهايمر؟ طبعاً هي الفكرة كانت، طبعاً إحنا كجمعية خيرية عندنا عدد كبير من مرضى الألزهايمر، وتعرف مريض الزهايمر يختلف عن باقي الأمراض الأخرى، أنه طبعاً المريض يعاني من غالباً أن المرضى يكونون في مراحل متقدمة أو متوسطة، فغالباً يكون منعزل عن المجتمع. يعني تأثير المجتمع لدى خروج المريض من المنزل جداً كبير على الأسر، فيمتنعون أحياناً من أنهم يخرجون مريضهم مركز تجاري أو مثلاً حتى إفطار خارجي. فإحنا دورنا إنه إحنا نقف مع مرضانا في هذا الشهر وهذا يعني في هذه المعاناة حتى يتجاوزونها، وكذلك إنه إحنا ندعم أسر مرضى الألزهايمر من ناحية الدعم المعنوي، إنه إحنا نشكرهم في شهر رمضان على كل ما يقدمونه لمرضى الألزهايمر. فاصل ورجعين. جمعية الزهايمر وللسنة الرابعة على التوالي تطرق مبادرة رفقة، خلونا نتعرف عليها مع بعض. هلا وسهلا، حنا اليوم عندكم في الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر ومقدمين انتم مبادرة جدا جميلة. وش المبادرة اللي مقدمينها؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك في الجمعية السعودية للزهايمر، واحنا اليوم عندنا مبادرة مشروع رفقة التكامل الاجتماعي. هو يعني مشروع ننزل فيه لأسرنا أسر مرضى الزهايمر ميداني، نطمن فيه على صحتهم ونتأكد ان كل احتياجاتهم يعني متوفرة، نقيم الدعم اللي نقدمه لهم ونشوف كيف ممكن تعزيز الدعم للأسر يعني اللي ممكن تكون بحاجة للدعم الجمعية. طبعا هي بمثابة كمان شكر لمقدمي الرعاية اللي كل سنة يقدمون دعم وخدمات لوالديهم، فاحنا في هذا يعني الشهر نزور المريض ونشكر أهله على كل اللي يقدمون له، وبنفس الوقت نقدم هدية بسيطة من الجمعية حسب مرحلة كل مريض، ومن خلال هذه الزيارات نقدم كذلك اللي هو المؤن الغذائية والدعم العيني للأسر المحتاجة دون المساس بكرامة المرضى أو إنهم هم يجونا. بالعكس إحنا من واجبنا أن نجيهم، وإحنا اللي نشكرهم على كل اللي قاعدين يقدمون لمرضاهم. يعني أنتم الآن تروحون للمريض في المبادرة حقتكم، تشوفون رعاية الصحية معكم كادر طبي، صحيح، وكمان فيه هدايا عينية، صحيح، وفيه سلات غذائية، صح، اربع اشياء هي اللي تقدمونها له. بالضبط. طبعا انتم تروحوا، هل معاكم متطوعين في الحمله؟ احنا معانا عدد من المتطوعين،
وعدد من القطاعات الداعمة للجمعية، شركائنا الاستراتيجيين اللي يعني يحضرون بنفسهم يشوفون كيف الجمعية تقدم أعمالها وإيش تخدم، وبنفسهم يطلعون على خدمات الجمعية ميدانيا. وكمان معنا أعضاء الجمعية، عندنا أعضاء يعني مبادرين يدعمون سواء بالدعم العيني، هدايا مقدمة منهم للمرضى، أو حتى بمشاركتهم بالحضور الميداني للأسر. وعندنا المتطوعين كذلك، وعندنا اللي هم القطاعات المساندة زي أطباء الأسنان للتأكد من صحة الفم عند مريض الزهايمر، عندنا كذلك كادر كامل من أخصائيات البلع اللي كمان يقيمون البلع عند مريض الزهايمر خاصة في مراحل اللي هي ما بين المتوسطة للمتقدمة، وعندنا كذلك فريق من الصيدلانيات المستقبل اللي كمان يساعدون الأسر في تحديد الأدوية أوقاتها ومواعيدها وإيش اللي ممكن مثلا يأخذ مريض أوقات معينة بالضبط. طبعا اختار الآن تكلمتي عن الهدايا العينية والأشياء العينية اللي بتقدمونها للأسر والمريض الزهايمر، احنا ودنا احنا نشوفها، نتفضل نشوفها مع بعض. تفضل. مشاركتنا بالمبادرة انه احنا نقوم بزيارة بالزيارات الميدانية لذوي الزهايمر وأهاليهم، دورنا أنه إحنا نشخص حالاتهم، نشوف إيش هم يحتاجوا، المدى الحركي عندهم، قوة العضلات، التوازن، نساعد في تحسينها. دور العلاج الطبيعي أنه يساعد في تحسين التوازن، يساعد في تقوية العضلات، يشوف الاحتياجات اليومية، المدى الحركي للمفاصل، إذا كان المريض طريح فراش التعليمات نعطيها للأهل كيف يتبعوها معهم، تهيئة البيئة والمحيط المناسب لتفادي السقوط والأخطار اللي ممكن تحصل لمرضى الزهايمر. طبعاً الآن اختار، أنا قاعد أشوف فيه كرتونين هنا. فهذا الكرتون الأول فيه هذا الشيء، وش هذا الشيء؟ هذا عبارة عن بخاخ يستخدم للأسطح وللكنب، زي ما أنت عارف مريض الزهايمر ممكن يكون مثلاً أحياناً لما يأكل مع الأسرة ممكن يكبكب بعض الأكل، أو فيبدون يخلونه هم يأكلونه أو ما يحاولون يخلونه يعني هذا عشان ما يقدر يوسخ الأراضي بالضبط، فهذا نسهل عليهم ونسهل عليه بحيث أنه يشارك في. طيب في عندي كمان هنا أتوقع ملطف جو، هذا صح؟ بالضبط، منقي الهواء. أيوة. حماية لهم من الأمراض، من التقلبات الجوية، الغبار، أي شيء ممكن يعني لا سمح الله يدخلهم المستشفى، فبالتالي يكون عندهم تعرض أكبر أو نسبة إصابة أكثر للعدوى. العدوى. طيب هذا بتغلفون فيه الكرتون هذا الطقطق ولا إيش؟ لا، هذا طبعاً زي فكرة السترس بول بس للمرضى الألزهايمر، إنه يقدر يشغل يده فيها أحياناً مثلاً. عشان إذا كان عنده ضغط. بالضبط. يعني يحد من التوتر عندهم. طبعاً قاعد أشوف في رسالة هنا حاطينها. هذه رسالة من الجمعية لكل مقدم رعاية وكل شخص يعني يرعى والدي باسم أسرة الجمعية السعودية الخيرية مرض الزهايمر، أنه بر الوالدين جنة الأرض تبني ثمارها إن شاء الله. هذه يعني هذه هدايا المريض الزهايمر، هذه هدايا العيالة. بالضبط، هذا شكر من الجمعية على كل شيء يسوونه. طيب هذا كرتون أول، في كرتون ثاني هنا، إيش في هذا؟ هذا طبعا المراحل المتأخرة اللي بيفرق عنا إنه الخلاط، إيه لأنه تعرف إنه من مرحلة لمرحلة يبدأ يتأثر أعضاء الجسم بالزهايمر، ففي مراحل متأخرة غالبا ما يستطيعون إنهم يبلعون، فإحنا نسهل على الأهل إنهم يقدرون يخلطوا لهم الأكل بطريقة يعني طريقة بسيطة. سهلة. وهذه كمان إيش؟ هذا كلها هدايا من الشريك المساند لهذه الحملة، جامعة رياض العلم، اللي هم حقين الأسنان الطبيعي. أنا قاعد أشوف، لأن قاعد أشوف في معجون أسنان وأشياء طبية. بالضبط. الآن بنروح ننتقل لما الأسر، بنروح نعيش معهم التجربة. بالضبط. ونوزع عليهم ونشوف ردة الفعل. أكيد. يلا أهلا وسهلا. فاصل وراجعين. راح نزور أسر اللي عندهم مرضى الزهايمر وراح نقدم لهم الهدايا والأشياء الجميلة، نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا طال عمرك يا أستاذة شادية، جايينك من جمعية الزهايمر الخيرية. في عندنا مبادرة اسمها رفقة، والمبادرة هذه جايبين معانا أشياء لأن سمعنا إن عندكم مريضة زهايمر مسجلة في الجمعية. صحيح. طيب تكلمينا عن مريضة الزهايمر، وش كانت تحتاج وكيف ساعدتها الجمعية في احتياجاتها؟
أول شكرا لكم وعلى هالمبادرة الجميلة. الله يطول. الله يجزاكم الجنة إن شاء الله وكل خير. الجمعية صراحة يعني أنا كنت ضايعة من أول، ما كنت أعرف إيش موضوع الزهايمر رغم أني أنا متخصصة، لكن حقيقة الجمعية عملت معي معروف مرة كبير. صرت أعرف مين أروح له، مين الدكتورة الأستشيرة، أي عيادة ممكن أروح ألجأ لها، أي شيء يتعثر علي هم اللي يساعدوني فيه. أي شيء يتعثر علي بخصوص والدتي هم اللي يساعدوني فيه. أول كنت ما أعرف وين أروح، مين المتخصص، وخصوصاً إحنا يعني أطباء نادرين بهذا المرض بالمملكة. جميل، الله يوفقكم إن شاء الله، ونتمنى إنه تشفى مريضتكم يا رب. وهذا شيء بسيط من الأشياء اللي أنتم تستحقونها فعلاً. شكراً. الله يطول عمرك. نحطها هنا تدخل. هم يقدمون شيء مو عادي ترى للمجتمع يعني، ولما تتعامل معهم أنت عن قرب بتلاقيهم هم يقدمون من قلبهم، يعني مو جمعية وبس إنه اسم جمعية، لا فعلا تقدم خدمات يمكن قليل من الجمعيات اللي يقدمها بالنسبة للمرضى. على حد علمي طبعا أنا لمست هالشيء لأن يمكن أنا مقدمة رعاية لوالدتي، وأنا تعاملت معهم كمقدمة رعاية وكمتعاونة مع الجمعية وكمدرب عندهم على المقدمين الرعاية. أقول أي إنسان عنده أمه وأبوه إلزمهم فثمة الجنة. أي إنسان فينا ترى ممكن يتعرض لأي مرض نفسي، فصام، نكبر يوم من الأيام يصير عندنا زهايمر أو خرف، أي شيء ممكن يحصل لنا. ما في ختم للإنسان أنك أنت بتظل طول عمرك يعني بمنأى عن أي مرض أو عن أي مشكلة بتجيك. لذلك أي أحد عنده مسن، عنده مريض زهايمر، عنده إنسان عنده خرف، لازم يكون يعني معاه قد ما يقدر كأنه طفل، كأنه يتعامل معاه معاملة راقية وكويسة وجميلة. على فكرة مريض الزهايمر يشعر مثل ما نشعر، يمكن ما عنده ذكرياته كلها محت، لكن المشاعر ما زالت موجودة. حبوا أهلكم، إلزموهم، كانوا بأول بالقوة، الآن هم بالضعف وإحنا بالقوة، لازم نقدم لهم رد الجميل اللي كانوا هم معطينا إياه طول عمرنا لحد ما كبرونا وطلعنا بهالمستوى هالمراحل. طبعا الان احنا ساره وصلنا اتوقع هذا البيت الثاني. حلو. البيت الثاني هل لهم متطلبات قبل جبتوها معاكم الحين ولا كيف؟ طبعا هي الحاله بين المتوسطه والمتقدمه. هذه حاله المريضه. اي حاله المريضه. طبعا هي من اسر الجمعيه، وفرنا لهم الاجار المنزل. يعني البيت هذا اللي انتم دافعين اجاره. الاجار اي نوفر للاسر المحتاجه يعني. اللي دخل لهم اي محدود، ويتم طبعا توفير العامله المنزليه اذا كانت مقدمه يعني الرعايه. انتم تدفعون اجار وتجيبون كمان عامله منزليه. طبعا اذا كانت يعني مقدمه الرعايه كبيره في السن وما تقدر اصلا انها تشيلها. انتم تدفعون اجار. يعني انت الحين حتشوف حاله المريضه كيف، فتحتاج الشبه ممرضه على تمريضيه كامله، فاذا كانت بنتها عمرها كبير ما تقدر تسوي هذا كله لحالها، تحتاج اكيد دعم اضافي. فاحنا قدمنا لهم العامله، حاليا ان شاء الله كمان في مرحله تجديد العامله، وجايينهم الان بهدايا حسب مرحله المريضه. مرحله المريضه هذه في الهدايا اللي انت جبتوها، انا يوم فحصنا الهدايا قلت في مرحله اولى وفي مرحله ثانيه. المرحله الثانيه كان فيها خلاط اتوقع، اي هذا الخلاط اللي هو عشان صعوبه البلع. طيب هي مرحلتها ايش؟ متقدمه الحين، يعني مرحلتها ثانيه. يعني تحتاج الخلاط بالضبط. جبناه ولا ما جبناه؟ الا جبناه. هو مغلفينه كويس. طيب ندخل جوا قدامها عندها. تفضلي. والله كما عودة انا مبادراتهم دائما ما شاء الله تبارك الرحمن، انهم دائما ينفعون المحتاج لهم، وانا شخصيا اشكرهم صراحه لانهم العون لي بعد الله سبحانه وتعالى، ساعدوني في الاجار في كل الدعم يعني يوفرونه لي، اللهم يجزاهم عني خير جزاء يا رب العالمين. السلام عليكم يا خاله. شهر عليك مبارك. كيف الحال؟ حنا جايينكم اليوم وجايبين لكم خير ونعمه، امور للبيت وامور لتنتي، بتسعدك ان شاء الله. الله يطول لنا في عمرك ويخليك لنا يا رب. عرفتيني؟ أنا أنس. أنس أخو سارة. أخو سارة سارة بن جيرانكم، أنا أخوها. جيراننا. إيه؟ تجلسين؟ تبي تشوفين أنس؟ هذا أنس، شوفي هنا. حياك الله يمه. هنا أنس. شلونك؟ عساك طيبة.
شوفوا ايش جبنا لك معنا اليوم، جبنا لك شيء واجد. شوفوا خيرات رب العالمين، كل هذا بنطبخ السحور وغدا. جبت هذه هنا وجبنا هذه، هذه لك عشان يزينون اكلك ما تصيرين تمضغين، الامور مريحه. ايش رايك ما شاء الله؟ هذا الدكتور، هذا الدكتور يعني إيه؟ لا هم الحين رايحين يصلون القيام. يأم بهم ما شاء الله تبارك الله، الله يخليه لك. اللهم امين. مستانسه مبسوطه فينا؟ احنا مبسوطين فيك. تحبين ساره؟ هلا سهله. خلتنا نعيد المشهد. عرفتيني؟ انا المشهد. خلتنا تعيد المشهد مرتين وثقيلة الكيسة، بس الله يهديها. هديها شعر. آمين. هذا الدكتور، هذا. أي هذا الدكتور. هو عايض. طيب عايض راح يصلي. راح يصلي. حين جاي، الحين جاي عايض. مبسوطة يما؟ الأمور زينة، كل شيء زين. يا ربي لك الحمد، الله يسعدك إن شاء الله. جينا نسلم عليك. ونعايدك ببدري. تامرين بشيء طال عمرك؟ فمان الله يمه، مع السلامة. شوف مش هنا؟ مع السلامة، الله يحفظها لكم. مع السلامة. مع السلامة. للأمانة جدا انبسطت في هذه المبادرة. يعني حسيت إنه كبار في السن وزي الأطفال، يعني واحدة أقول لها رحت دخلت على واحدة مريضة زهايمر. قلت لها وشلونك؟ قالت يا وليدي انت ولدي وشلونك؟ متى رجعت؟ فحنيت لهم. فاتمنى انه تشاركونا هالمسؤوليه الاجتماعيه مع جمعيه الزهايمر، لانه راح يرحبون في كل شخص راح يروح لهم. نشوفكم بكره. طيب الان رجال النظافه وش وضعهم مع العربة؟ هل هم مبسوطين عليها؟ مستنسين؟ مسفهلين؟ يعني هذه تصميم وفكرة مهندس سعودي. الله يعطيكم العافية، ومبادرة طيبة، وللأمانة ما حسيت فيها إلا يوم جربتها.